بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود زيادة بالدين الحكومي الداخلي بنسبة 10 تريليونات دينار عراقي، ورجحت تعرض الموازنة الاستثمارية للعجز. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن موازنة 2024 مقدرة ب 211 تريليون دينار من ناحية تخطيطية، ولكن ما تم تنفيذه من قبل الحكومة هو المصروف الفعلي إلى نهاية شهر أيلول هو ما يقارب 90 تريليون دينار فقط. وأضاف أن هذا العجز التخطيطي المقدر سوف لا يتحقق بشكل عملي على الأرض، وإنما ستصرف الحكومة ما لديها من إيرادات نفطية وغير نفطية. ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 98% إلى أكثر من 261 مليون دولار. قالت مصادر صحفية أن البنك المركزي يبيع الدولار بسعر صرف يبلغ 2310 دنانير لكل دولار، مشيرة إلى أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي تقدر بنحو 262 مليون دولار. أظهرت إحصائية كشف عنها مجلس محافظة بغداد عن التزام 25% فقط من أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة الرسمية، ويجسد نقص الكهرباء والانقطاعات المتكررة للطاقة مشكلة جمة تدفع إلى الاعتماد على المولدات الأهلية بشكل كبير لتأمين الحاجة إلى الطاقة، ما يثقل كاهل المواطنين، إذ تؤثر المشكلة بشكل مباشر على دخولهم المادية وعلى نمط حياتهم أيضا، فيما تستمر الحكومة المتعاقبة بإطلاق الوعود لحل المشكلة دون أي جدوى. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 237 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 167 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 70 ألف برميل يوميا. ولنا هذه الانتقال السريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.